أم إبراهيم أنت إيش تسوي؟ أشو كل يوم تطور طريقة التعذيب مالتك، هالمرة قلبتني بالعكس. تدري عمي الدم وصل لراسي، عافية بدو أروح لكم نزلوني. لا تلغي وتفور أعصابي سنان، نزلوه. على كيف على كيف على كيف أخ على كيفكم يا معودين؟ إيش سويت بي يا عمي؟ على كيفكم الخاطر الله. وين الفلوس سنان؟ الفلوس الفلوس بالجزيرة عمو. الفلوس إيش عندها بالجزيرة سنان؟ ضميتها بالجزيرة عمو لأنه هذه هواية فلوس. مو أنا قلت لك راح أربح بطاقات مالية نصيب ربحتهم كليتهم اللي اشتريتهم، بس لازم من أستلم الفلوس يا الله أجيب لك إياهم. أنت تأخذ نص الدين والباقي أقسطهم شوي شوي، ما يخالف؟ خلي نخابر أهله، بلكت هذا الأثول عنده قيمة يمهم ويحنون عليه وينقذوه من الموت. أثول؟ ليش أثول عمو؟ ليش تحكي عليه هيك؟ ترى عيب. لا تحكي زايد، انطيني رقم أحد من أهلك. طبعا انطيك، هسه راح انطيك اياه. هذه مرتي. ماما تلفونك يدق. الو؟ نعم. الو عيني، زوجك بيدي وعنده دين يمي، اذا ما تجيبون الفلوس بعد ما تشوفين رجلك افتهمتي لو لا؟ اخوي دقيقه اهدى رجاء، عفيه لا تسوون شي سنان، هسه احنا ما عندنا فلوس بس راح ندبر الفلوس باي طريقه. ماما شكو هاي العصابه اللي خاطفين ابوك يردون فلوس ابوك متداين منهم، اذا ما نمطي راح يقتلوا ابوك. يا اخوي تمام، انتو هسه لا تسوون شي سنان، انا راح ابيع البيت واسحب قرض، بس انتو عفيه لا تلزموا سنان الله يخليكم، كل شي لا تسووا له عفيه. ايش قد متداين منكم؟ 15 مليون. شنو؟ 15 مليون؟ اويلي هواي 15 مليون. عمو سنان كان قليل دينه، شلون صار 15 مليون ها؟ شو نسوي هسه؟ نكتله سنان؟ اخوي ممكن تنطيني دقيقة احكي ويا مرتي؟ دقيقة بس. الزم. تسلم اخوي. عمي اكو شيء اسمه منطق، ها شلون 15 مليون ما يصير؟ عمو على الأقل ضربوه بقد 15 مليون، هيك طالقة برجله أحسن من 15 مليون يصير؟ ولك أوس الغبي، سامر الغبي، لكم مطايش، شلون ترضون أبوكم ينضرب ها؟ أنتوا شلون جهال؟ ما تستحون؟ جيب التليفون أشو؟ ألو سنان؟ حنون حنون عمري، عفية انقذيني فدوى روحي. سنان من تزوجنا لهاليوم ما بقى شيء ما سويته، لا عصابة، لا دين، لا حرامي، لا بوق، بزعت أني خلص بزعت بعد ما أتحمل. حنونة دقيقة لا تصيحين، أول شيء افهميني، اسمعي اللي أريد أقوله، أنا كل اللي سويته ترى على موتكم، لأن أنتوا عائلتي اللي أحبها سويت هالشكل، أنا مو سويت حادث، لذلك تداينت من الجماعة حتى أصلح السيارة، وما قدرت أرجع الفلوس، كثروا 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 وصاروا هالقد. يا حنونة. العفو عمو أخوي العزيز، تعذروني ممكن أردحت شي خاص ويا مرتي، ممكن تطلعون برا؟ لك؟ شنو خاص؟ احكي لك؟ تمام، حنونة عافية انقذيني الله يخليك. تمام، هالمرة هم راح أدبر الفلوس، بس بعدين راح أرفع عليك دعوة طلاق يكون بعلمك زين؟ هاي جدا تحكي حنونة طلاق إيش؟ النوبة طلاق؟ إحنا قاعد ندور على فلوسنا، وهذولا قاعدين يحلون مشاكل عائلية، جيب التليفون لك، جيبه. باعي لك منا الباكر إذا ما جبت الفلوس بعد ما تشوفي السنان، ماشي؟ تهمتي لو لا؟ أخويا أنت دت الشاقة مو صحيح دت الشاقة؟ ترى إذا تريدون تقتلوني من صدق حرام والله، مو مال أموت أنا، يعني مو مال أموت، ما أريد أموت. أعزائي المشاهدين، سوف نعلن نتائج اليانصيب. الفائز بهذا الأسبوع صاحب الرقم 1. هذا الرقم كان بداية بطاقة أوس وسامر، باع الصدفة. والله صدفة. 2. ايه همكو. 3. لا هاي هيك هواي، عبالك بطاقتنا ودا يقرب بيها. 4. هم كانت بالبطاقة والله. 5. هذا الأسبوع سوف يكون رقما غريبا، الأرقام المتسلسلة من 1 إلى 6. جميل جدا. شو تقول أنا صرت زنجيل زنجيل صرت زنجيل، شو سوي؟ خلي أخابر أوس وسامر، لازم أخابرهم. الله ياخذهم هذول العصابة، ايش راح اقول لهم هسه اني؟ الو
حنونة عندي أخبار لك كلش حلوة. شنو انطوك مروة عارف على الخير؟ تستاهل والله. لا ما انطوني مروة ايش يا معودة، دقيقة اوقفي. ليش ما انطوك عارف خير؟ انسي هالسعوف ايش مواضيع، بعدين اقول لك سامر واوس يمك لو لا. هنا واقف راح انطيك اياه. الو عم عارف. اوس مو اشتركنا بالبطاقة مال يا نصيب؟ ايه ابني احنا ربحنا الجائزة الكبرى. تتشاقى انت، ايش صاير ابني؟ البطاقة اللي اشتركنا بها احنا وعم عارف ربحت الجائزة الكبرى ماما. الله، اوس يحكي صدق عم عارف؟ اي والله، يعني احنا هسه صرنا زناقين والجائزة نقسمها بيناتنا ثلاثتنا نقسمها بيناتنا. الله صرنا زناقين، ربحنا اخويا ربحنا. جيب عارف، ما دام صرنا زناقين لا تخلي نستفاد من الفلوس ونحرر سنان. شنو تردين تطين فلوسنا لرجلك؟ هو 24 ساعة يم العصابات، المن نطي فلوسنا؟ انسى، ها هي صار اللي صار. باوع هسه سنان عنده دين 15 مليون، اذا ما نعطيهم الفلوس راح يقتلون سنان، على مود هاي فدوى اروح لك، تعال خلينا نعطيهم الفلوس. اهو اختي واني عبالي شي كبير طلعوا بس 15 مليون، عادي هسه نتفحن، انا جاي، يلا تمام، باي باي، ولك صرت زنقير واخيرا.